أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني على غزة، إذ نناقش فيها اليوم إصرار الاحتلال على ارتكاب مزيد من المجازر واعتماد سياسة حرب التجويف ضد سكان القطاع بغرض إخضاعهم، فيما يدعو وزير بحكومة الاحتلال إلى قصف غزة بقنبلة نووية. وسيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من الضفة الغربية مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية في القدس الدكتور جاد إسحاق، وعبر سكايب أيضا من القدس سينضم إلينا المتخصص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، وكذلك سيكون معنا عبر خدمة زوم من طول كريم الصحفي الفلسطيني معين شديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه التغطية المخصصة لمعركة طوفان الأقصى وآخر المستجدات في قطاع غزة، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين وتتلاحق المجازر لتزيد عن 1000 مجزرة وقع خلالها الآلاف من الشهداء جلهم من الأطفال والنساء. ينضم إلينا الآن عبر سكايب من الضفة الغربية مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية في القدس الدكتور جاد إسحاق، مرحبا بك. يعني مع قرب دخول العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي جوا وبرا الشهر، كيف ترى نتائج العملية بميزان الربح والخسارة عسكريا وسياسيا؟ مساء الخير لك ولجميع الضيوف اولا ولجميع المشاهدات والمشاهدين. اهلا بك. لقد اتضح بشكل واضح ان اسرائيل فور احداث 7/10، وعلينا ان نتذكر حتى قبل ذلك ان الهدف الاسرائيلي من في السياسه الحكومه الحاليه كان هو اجتثاث القضيه الفلسطينيه، تصفيه القضيه الفلسطينيه، واستغلت أحداث 7/10 لتنفيذ هذا المخطط بعد أن أعطتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا الغطاء الدولي بحجة أن إسرائيل تدافع عن نفسها، فقامت بأشنع حملة تطهيرية تقارب الهولوكوست، هي عبارة عن جينوسايد، تعاقب الشعب بشكل كان تدمر البنية التحتية في قطاع غزة من أجل تصفية حماس. وأعتقد أن هذه الحرب رغم الخسائر ورغم الضحايا ورغم ما نراه، وبالفعل يعني الإنسان لا يستحمل أن يرى الأطفال والنساء وما يتعرض له شعبنا، إلا أنه من الواضح أن هذه المقاومة الفلسطينية أصبحت هي المنار الوحيد الذي يثبت أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، وأن القوة العسكرية الإسرائيلية فشلت أمام المقاوم الفلسطيني الذي يعتمد على عقيدته وعلى إيمانه وعلى ترسخه بهذا الأرض. فنعم خسرنا كثيرا من أرواح، ولكن المقاومة أثبتت حالها، وأصبح حاليا إذا ما نظرنا إلى ما قامت به العواصم الأمريكية والأوروبية بالأمس، كان هناك أكبر مظاهرة مرت من 30 سنة في نفس البيت الأبيض وفي واشنطن. فنحن عبارة عن أصبحت القضية الفلسطينية هي ضمير الإنسانية، هي ضمير العالم، ولكن الحكام لا يريدون لنا أن ننتصر، ولكن غصبا عنهم سننتصر. سأعود إليك ريثما، أنتقل بالسؤال إلى ضيفي من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، مرحبا بك. يعني وزير التراث في حكومة نتنياهو صرح بإمكانية ضرب غزة بقنبلة نووية، لم تكتفي إسرائيل بالدماء التي سالت لتقصف المدنيين بالنووي؟ تحياتي لك ولدكتوري العزيز الدكتور جاد وللمشاهدين. ليس غريبا على وزير التراث، يعني ليس غريبا على العقلية
التي تحكم فكر الصهيونية الدينية وفكر عصماتية. هذولا صهيونيين دينيين مستندين لمفاهيم توراتية، هذه المفاهيم التوراتية تتحدث على أن الآخرين هم قويم أغيار، والأغيار يجب أن يخدموا شعب الله المختار. لذلك قال سموتريتش الذي يتزعمهم أمام الفلسطيني ثلاث خيارات، إما القتل وإما الطرد وإما أن يخدم كسيد كعبد للسيد في داخل دولة إسرائيل. إذن هذه العقلية ليست غريبة عن الأيديولوجية التي تحكم هذا الوزير وتحكم الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، ولكن لها كمان بعدا آخر. البعد الآخر أنهم يسمعون أن هناك معارك عنيفة في داخل قطاع غزة، وأن المقاومين يظهرون لهم من حيث لا يحتسبون من خلف خطوط العدو، يدمرون آلياتهم ويقتلون الكثير من الجنود ويصيبونهم، وبالتالي لا يجدوا طريقة لكيفية التعامل. وحتى الآن رغم مرور 30 يوم على المعركة لم يستطيعوا أن يحققوا أهدافهم في داخل قطاع غزة، ولم يستطيعوا أن يتقدموا كثيرا في محاور الشمال ومحاور بيت حنون والمحور الغربي أيضا، يعني من منطقة الساحل. لذلك يفكرون كيف يستطيعوا أن يتقدموا دون خسائر، فطلعت في راسه السيد وزير التراث وقال نضربهم نووي. وحقيقة هذا تعبير عن العقلية السائدة لدى التي تحكم الحكومة الإسرائيلية والطبقة السياسية اليمينية في داخل إسرائيل. هم طبعا هذه احتجوا وزراء آخرين واحتجت أعضاء كنيسة على كلامه، ليس لأنهم لا يريدون ذلك، هم احتجوا لأن ذلك سيحرجهم أمام المجتمع الدولي وأمام العالم ككل، خاصة أن إسرائيل لأول مرة في تاريخها تخسر الرأي العام العالمي، والآن القضية الفلسطينية هي التي تتصدر الرأي العام العالمي، والشعب وشعوب العالم تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وهذا ما يضغط كثيرا الآن على الإدارة الأمريكية التي ستخسر الانتخابات في الانتخابات القادمة إذا ما استمرت بهذه الطريقة، وإذا لم تضغط على إسرائيل لوقف مجازرها وإبادتها لشعبنا في قطاع غزة. دعني أنطلق بسؤالي الجديد إليك دكتور جاد، من حيث انتهى السيد فراس، يعني مسؤولون أمريكيون يعتقدون أنه كلما زاد عدد القتلى الفلسطينيين كلما زادت سرعة الضغط لإنهاء العملية العسكرية التي ينفذها الاحتلال ضد قطاع غزة. السؤال هنا، هذه العقلية الصفرية التي تدعم الاحتلال إلى أين تأخذ العالم، وهي التي من المفترض أن دورها يتلخص بخدمة ودعم السلم والأمن الدوليين؟ تفضل دكتور جاد. يعني من الواضح أن كل ما قامت به إسرائيل وما تعتقد أنها ستنفذه، أن إذا زاد الضغط وإذا زادت الخسائر أن الشعب الفلسطيني سيرفع الراية البيضاء. لن نرفع الراية البيضاء، ولن نغادر. حاولت إسرائيل، إذا ما نظرنا إلى ما قاله المحللون الإسرائيليون في البداية، قالوا أن مصر تعاني من أزمة مالية، نستطيع أن نشتري الأزمة المالية المصرية ونحول سكان غزة إلى سيناء، فكان الرد واضحا وصريحا. ثم تحدثوا بنفس الأسلوب بالنسبة للضفة الغربية والأردن، فكان الرد حاسما. والآن بدأوا الحين يقول أن خلينا نرحل القيادة السياسية وبعض المقاتلين كما حدث في بيروت، ولكن لن يتزحزح أحد، لن يعني لقد نشرنا جذورنا في أرض غزة، ولن يغادر أي مقاوم إلا إلى للقاء ربه وكشهيد. فهذا يضع الإسرائيليين في موقف محرج، فيضع الشرعية الدولية التي عبر غوتيريس عندما قال لقد ماتت الإنسانية. واضح جدا أن اجتماع مجلس الأمن 3-4 مرات الأسبوع الماضي لم يستطع أن يأخذ قرار بوقف العدوان. نعم، وضحت هذه الفكرة دكتور جاد.
سنواصل الحديث رفقتك ورفقة الأستاذ فراس ياغي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
طوفان الأقصى شعب أعزل في مواجهة عدوان احتلال غاشم. ما زلنا في هذه التغطية أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد. وأتوجه بالسؤال إليك الآن سيد فراس، يعني كيف تقرأ تصريح الوزير الإسرائيلي إلياهو الذي قال أنه من الواجب ضرب غزة بقنبلة نووية؟ كيف تقرأ هذا التصريح خصوصا وفي ظل استمرار المعارك البرية التي يتلقى فيها الاحتلال ضربات وجنى من خلالها الكثير من الخسائر بحسب أخبار يعني صدرتها وكتبتها الكثير من المواقع التابعة للمقاومة؟ يعني هناك معضلة حقيقية في ما يتعلق بالحرب البرية التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة، وبالتالي هي لا تستطيع الآن الدخول إلى القطاع كما خططت أو كما وضعت من أهداف بهذا الخصوص، نتيجة لطبيعة قطاع غزة المكتظ سكانيا وذو الكثافة في البناء المتلاصقة ووجود الأنفاق التي تقدر ب 500 كيلو متر وبعمق 80 وبثلاث طوابق في كل نفق، وبالتالي إمكانية أن تستطيع إسرائيل أن تقتحم كل قطاع غزة وتحقق أهدافها تحتاج إلى سنين بهذا الخصوص، لدرجة أن جالنت وزير الدفاع تحدث عنها معركة طويلة جدا جدا ومؤلمة وتحتاج إلى وقت، وقدر الوقت من 4 شهور إلى سنة، هذا إذا ما كان هناك ضوء أخضر متبقي لإسرائيل من قبل أمريكا والغرب في ظل الضغط الذي يحدث على مستوى العالم وفي ظل التهديدات. يعني سمعنا اليوم وزير الدفاع الإيراني وبالأمس وزير الخارجية الإيراني يتحدثون أن مسألة توسيع المعركة يعني قائمة، وبالتالي تفهم أمريكا أن التصعيد في المنطقة قائم وأنه ممكن أن يحدث، وبالتالي تتعثر القوات البرية الإسرائيلية في أن تحقق شيء، فيظهر وتظهر خسائر كبيرة في صفوفها، فيظهر وزير كإلياهو ليحل المعضلة بالحديث عن القنبلة الذرية والنووية التي تعبر حقيقة عن الفكر الأيديولوجي المتصهين الديني الذي يحمله إلياهو وغيره من وزراء هذه الحكومة. نشرك بحديثنا الآن ضيفي عبر الهاتف من طول كرم الصحفي الفلسطيني سيد معين شديد، أهلا بك. يعني الاحتلال الإسرائيلي كما تعلم قتل اليوم فقط 5 فلسطينيين ليصل العدد الذين قتلهم الاحتلال منذ عملية طوفان الأقصى في الضفة الغربية إلى 151. السؤال هنا، بما تفسر تصاعد وتيرة القتل في الضفة بالتوازي مع الحرب التي يشنها الاحتلال في غزة؟ تحياتي ورحم الله الشهداء والشفاء للجرحى، والتحية لكل من يتضامن مع أبناء شعبنا في مختلف أنحاء العالم. يعني ما جرى هذا الصباح وما يجري في محافظات الضفة تحديدا منذ 7 أكتوبر يؤكد أن نية الاحتلال الإسرائيلي قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، استهداف الشجر والبشر والحجر. هذا الصباح 5 شهداء كما ذكرت، 3 في أبو ديس والرابع في نوبة في مدينة الخليل والخامس في القدس المحتلة. إسرائيل تحاول أن ترسل رسائل عدة من خلال هذا الهجوم الكبير على محافظات الضفة في محاولة الاستفراد بها، تعتقد أن الضفة ليست بعيدة عن قطاع غزة، تحاول الاستفراد بها والقيام بعمل التنكيل والقتل ومصادرات المزيد من الأراضي، مستغلة انشغال العالم بتطورات الأحداث والحرب والعدوان الواسع على قطاع غزة. فبالتالي تحاول إرسال هذه الرسالة، تحاول تنفيذ مخططاتها في الضفة الغربية سواء المتعلقة بعزل محافظات الضفة عن بعضها أو من خلال عمليات القتل التي تجري وعمليات الاقتحام اليومية. نشهد يوميا في كل محافظات الضفة هناك عمليات اقتحام، شهداء يسقطون، جرحى كذلك، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة يوميا، المعدل يقترب من حاجز 100 مواطن فلسطيني يتم اعتقاله. فبالتالي هي تحاول، وأيضا تحاول إسرائيل بهذه الاقتحامات الواسعة بهذا العدوان على محافظات الضفة أيضا أن لا تزداد وتشتد المقاومة الفلسطينية الموجودة أصلا في محافظات الضفة. نحن نشهد خلال منذ 7 أكتوبر ازدياد وتيرة العمليات الفدائية
ضد المستوطنين والقوات الاحتلال الاسرائيلي. فاسرائيل تحاول ان تعمل على الحد من هذه العمليات، ولكن بعد كل عمليه تقوم بها قوات الاحتلال سواء في المدن او البلدات او المخيمات تزداد وتيره هذه العمليات الفدائيه. كان آخرها في منطقة طول كرم وحيث أتحدث إليكم عملية قتل مستوطن برصاص مقاوم فلسطيني عند بلدة بيت ليد إلى الشرق من مدينة طول كرم. هي رسائل تحاول أن تعمل بها من أجل يعني القضاء إن جاز التعبير، ونتأكد أنها لم تتمكن من ذلك على المقاومة الفلسطينية. ونشكر هذه المقاومة. أرجو أن تبقى معنا الصحفي الفلسطيني معين شديد، ريثما توجه بالسؤال من جديد إلى الدكتور جاد إسحاق. يعني وزير الخارجية القطري صرح بأن جهود تبادل الأسرى لا تزال مستمرة في ظل هذا القصف الوحشي للاحتلال وتصريحات وزراء حكومة نتنياهو. السؤال هنا، هل تعتقد أن المسار السياسي قابل لأن يحقق نجاحات على الأرض؟ أعتقد أن حركة حماس قالت بشكل واضح أنها على استعداد للإفراج عن الأسرى المدنيين. القضية ليست قضية الأسرى المدنيين. إسرائيل هناك واضح جدا أن على إسرائيل أن تدفع ثمن الإفراج عن الجنود وسواء الجثث أو الجنود الذين تم أسرهم، والثمن واضح، يجب تبييض السجون الفلسطينية. إذا أرادوا وكما يطرح الجميع الكل بالكل أن يتم تفريغ كافة السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الجنود، ولكن هذا لا يمكن أن يتم في ظل المعارك القائمة، لأن هذه الترتيبات تحتاج إلى اتصالات، إلى حركة، إلى التواصل. إسرائيل قتلت منذ بداية هجومها 60 من الأسرى. من يتحمل مسؤولية قتلهم؟ الجيش الإسرائيلي، لأنه الذي يضرب بدون ما يعني لا يميز بين المقاتل وبين المدني. لقد قتلوا 60 من الأسرى وهم يتحملوا المسؤولية. إذا ما أرادوا الاستمرار في العملية يمكن يخلصوا عليهم جميعا، ومع ذلك هناك جثث موجودة عند المقاومة الفلسطينية. في المحصلة النهائية يجب أن تعترف إسرائيل بأن لا حل إلا من خلال طرف ثالث يتدخل بين حماس وبين الحكومة الإسرائيلية لتبييض السجون الفلسطينية مقابل الأسرى. من جديد أعود إليك، نكتفي بهذا القدر دكتور جاد، وسأعود إليك بسؤال آخر ريثما. أنتقل بالسؤال من جديد إلى الأستاذ فراس. يعني ما يسمى وزير التراث الإسرائيلي إلياهو تحدث بأنه لا مانع من قتل المحتجزين الإسرائيليين في غزة في سبيل التخلص من غزة وأهلها. ما أثر هذا التصريح على أهالي المحتجزين؟ ولنضع بالحسبان أنهم غاضبون أصلا. يعني هو لا يعير انتباها لا للأسرى الإسرائيليين ولا لغيره، يعير انتباه للعقلية التي هو يتمتع بها. على كل، هو ارتكب خطيئة كبرى على مستوى الرأي العام الإسرائيلي، ونحن نرى الرأي العام الإسرائيلي يتحرك ويخرج في مظاهرات في داخل تل أبيب وفي أمام بيت رئيس الوزراء نتنياهو في القدس، ويرفع شعار الجميع مقابل الجميع، وهم مقتنعين أهالي الأسرى في داخل إسرائيل أن التوجهات الحالية للحكومة الإسرائيلية وللجيش قد تؤدي إلى قتل الأسرى في داخل قطاع غزة. وكما تحدث الدكتور جاد، هناك 60 أسير تم قتلهم، منهم 23 أسير ضايعين تحت الركام، لا تستطيع المقاومة أن تجد جثثهم حتى الآن، وبالتالي استطاعت المقاومة أن تلعب بهذا الملف بشكل ذكي وتضغط على الرأي العام الإسرائيلي بهذا الخصوص. وهذا الآن يتفاعل بشكل كبير، وهناك رأي عام قوي في إسرائيل يطالب نتنياهو وحكومته بالذهاب إلى تبادل أسرى واتفاق
ما بين المقاومة وبين إسرائيل بهذا الخصوص عبر قطر أو مصر. وهناك حديث أصلا أن هناك تقدم في مسألة الأسرى المدنيين المحتجزين لدى المقاومة مقابل الأطفال والنساء والقاصرين، ولكن إسرائيل تضع شروط أساسية تريد أن تقول أنها لن تفرج عن أحد إلا إذا عفوا أنها لن تدخل وقودا ولن تدخل مواد غذائية وإنسانية إلى القطاع إلا إذا تم الإفراج عن المدنيين، يعني ربطة الوقود بالمدنيين. وقالت أنها لن توقف إطلاق النار إلا إذا ما تم الإفراج عن كافة الأسرى الذين لدى المقاومة. وإحنا جربنا في شاليط 5 سنين، وبعدين رضخت إسرائيل وأطلقت سراح أكثر من 1000 أسير فلسطيني. الآن إسرائيل ستدفع ثمن تبييض كل السجون الفلسطينية من الأسرى الفلسطينيين. سؤالي إليك الآن الصحفي معين شديد، يعني هذه العمليات أقصد في الضفة الغربية تأتي في الغالب أثناء اقتحام المخيمات والتي تواجهها المقاومة، كيف ترى تزايد في المقابل وتيرة المقاومة وكيف تطورت خلال الفترة الأخيرة وقبل حتى معركة طوفان الأقصى؟ يعني هي عمليات الاقتحام الواسعة في مختلف أنحاء محافظات الضفة الغربية تهدف الأساس إضافة إلى نوايا الاحتلال العدوانية تجاه شعبنا، تهدف إلى كسر الحاضنة الشعبية. المقاومة تحظى بحاضنة شعبية واسعة النطاق رغم ارتقاء عدد كبير من الشهداء ونشطاء هذه المقاومة، فبالتالي الاحتلال يواجه يعني صعوبات كبيرة حتى في الدخول إلى عمق المناطق التي يقتحمها، حتى مخيم جنين، مخيم نور شمس، مخيم عقبة جبل يواجه صعوبات كبيرة، رغم أن يعني الأسلحة التي بحوزة المقاومين هي أسلحة يدوية وقسم منها مصنع تصنيع، فلكن مسالة المقاومين الفلسطينيين تضع الجندي الإسرائيلي في مهب الريح حقيقة. هو يدخل ونشاهدهم كيف يكونوا يكتجفون عند الدخول ويدخلون بآليات ثقيلة جدا للمخيمات والبلدات والقرى والمدن، فبالتالي حتى الجرافات الضخمة المعروفة باسم D9 المصفحة والمضادة والتي قيل عنها مضادة للدروع يستخدمونها في أثناء عمليات الاقتحام، إضافة إلى مساندة الطائرات المفخخة وأيضا الطائرات المعروفة باسم الزنانة التي تكون تراقب كل عملية. أنا أؤكد أن كل عملية اقتحام لأي منطقة من أراضي الضفة الغربية تزيد عدد المقاومين الفلسطينيين. أستاذ معين، هذه الاقتحامات التي تقوم بها قوات الاحتلال تتخللها في الغالب اعتقالات لا تتوقف منذ 7 أكتوبر الماضي، لكن بما تفسر زيادة وتيرة الاعتقالات التي تطال كل الفئات والتوجهات في الضفة الغربية؟ هي محاولة للحد من استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي. منذ 7 أكتوبر نشهد يومياً وعلى مدار الساعة تجمعات للنشطاء الفلسطينيين من مختلف المنابع السياسية، يتجمعون في مراكز المدن، ينظمون المسيرات، ينظمون الوقفات الداعمة ونصرة لغزة. فبالتالي الاحتلال يعتقد أنه بهذه الاعتقالات يحاول أن يعمل على الحد من تصاعد أعمال المقاومة الفلسطينية بحق جنود الاحتلال. من جديد أعود إليك سيد جاد، يعني أمس كان هناك اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مع نظرائه العرب، إلى أي مدى تعتقد أن واشنطن صادقة في جهودها لإيجاد مخرج لهذه الأزمة؟ أعتقد أن الاجتماع بالأمس كان فاشلا بشكل واضح. قد كرر مقولته أن من حق إسرائيل الدافع عن نفسها، ورفض مطلب 7 دول العربية بوقف إطلاق النار، وخرج بخفي حنين ولم يستطع إقناع، وكان الموقف 7 دول العربية كان موقف مشرف وواضح. وقام اليوم بزيارة الرئيس محمود عباس في رام الله، واعترى عليه أن الجانب الإسرائيلي لديه الاستعداد أن تقوم إسرائيل
بدفع المقاصة أو ما تجمع من ضرائب، ولكن حصة غزة تأخذها إسرائيل. وكان الرفض واضح من القيادة الفلسطينية، لأن الاتفاق، حتى اتفاق أوسلو الذي تم توقيعه في 94، كان يقول أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي وحدة جغرافية ومتكاملة. فبالتالي هم يحاولوا أن يستغلوا الأوضاع، وكان الموقف الفلسطيني واضح ورفضوا استلام هذه الأموال. أريد أن أذكر فقط بأن الاقتحامات الإسرائيلية في المناطق ألف هي مخالفة لما تم التوقيع عليه بحضور الرئيس الأمريكي آنذاك وبقية الرباعية. المنطقة ألف هي منطقة تتمتع بالسيادة الفلسطينية والأمن مسؤولية الجانب الفلسطيني، فإسرائيل ضربت بعرض الحائط هذه الاتفاقيات منذ مدة، ليس بعد 17، قبل 17 تقوم بالاعتداء على المناطق ألف لإحراج السلطة ووضعها في موضع لا تستطيع التصرف فيه. والآن تقوم إسرائيل باعتقال كل من له صلة بحماس، 1500 معتقل، معظمهم قيادات حمساوية أو من الفصائل المقاومة، وهي تعتقد أن من خلال هذه الاعتقالات ستقوم بالقضاء على حماس. لا تعلم إسرائيل، ولم تتعلم من دروس التاريخ، أنه حاليا لو جرت انتخابات في الضفة ولا في القطاع، الغالبية ستصوت لحماس، ليس بالاقتناع بأيديولوجية حماس، وإنما لأنها وقفت وقاومت وصمدت وحققت النصر. إليك من جديد أستاذ فراس. أيضا في موضوع الوزير الصهيوني المتشدد إلياهو، يعني نتنياهو علق على مشاركة الوزير بعد هذه، أو علق مشاركة الوزير إلياهو في اجتماعات المجلس العسكري المصغر. السؤال هنا، بما تفسر مثل هذا الإجراء؟ هل لأنه مثلا كشف عن مخطط، أو لأنه مثلا تجاوز الخطوط الحمراء، أو يأتي في سياق مثلا محاولة حفظ ماء وجه الحكومة أمام أهالي المحتجزين الغاضبين؟ دعني أشير إلى كم نقطة بشكل سريع. اجتماع بلينكين مع وزراء الخارجية العرب بالأمس في عمان كان يحمل معه مقترح إسرائيلي لتقوم مصر والأردن بإدارة قطاع غزة، ورفض الوزير المصري سامح شكري رفضا قاطعا ذلك، وطالب بأن تكون الإدارة هي عبر السلطة الوطنية وفقا للاتفاقات السابقة مع إسرائيل، وأن كل السيناريوهات الإسرائيلية التي تحاول أن تفرضها على قطاع غزة مرفوضة من قبل مصر، لأنها تعتبر اعتداء على الأمن القومي المصري، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولا بتهجير الفلسطينيين. سأعطيك المجال لتكمل، لكن قد يتساءل المشاهد الكريم مصدر المعلومات التي تدلي بها الآن، لك أن تواصل، تفضل، إذا كان هناك مصدر لمثل هذه المعلومات. نعم، يعني هذه أوساط فلسطينية وأردنية تحدثت حول هذا الموضوع. لو رأيت الوزير سامح شكري كيف كان غاضبا في المؤتمر الصحفي. لذلك أتى بلينكين إلى رام الله اليوم من أجل قضيتين، بحث قضية إدارة قطاع غزة، وبحث قضية كيف يفرض على السلطة الفلسطينية أن تأخذ جزء من المقاصة، لأنهم يتخوفون من أن تنتفض الضفة الغربية من جديد، ولأن الضفة الغربية هي في قلب إسرائيل، ويخافون جيدا من انتفاض الضفة الغربية، والمخيمات هي بالأساس من تقود الانتفاضة في كل الضفة الغربية، والاعتقالات تشمل الجميع بمن فيهم أمين سر حركة فتح في محافظة جنين، ليس فقط للإخوة والمجاهدين في حركة حماس، بل تشمل كل الفصائل الفلسطينية التي تواجه الاحتلال. أما فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، فهو منعوا من حضور الاجتماعات، لم يقيلوا، طالبوا بإقالته من الحكومة، وهو ليس عضو في مجلس الحرب، هو عضو في مجلس الوزراء
الذي يسمى الآن حكومة طوارئ إسرائيلية، الآن علق اجتماعاته وحضوره في داخل المجلس، لأن نتنياهو بحاجة إلى هذه الأحزاب الصهيونية كما الدينية أن هذا المجلس لكي أساساً تبقيه لا في ينعقد. رئاسة الوزراء. هذا المجلس أساساً لا ينعقد، الذي يعقد حالياً مجلس الحرب المصغر، أما مجلس حكومة الطوارئ حالياً شبه مجمد، لأن التركيز فقط على مجلس الحرب المصغر. لأن نتنياهو باتفاق مع جانتس ومع جالانت ومع إيزنكوت ومع الإدارة الأمريكية أن عقد اجتماع لحكومة الطوارئ هاي ستؤدي إلى معضلة حقيقية. من يمنع حتى الآن القضايا الإنسانية ودخول الوقود؟ أن الغالبية في حكومة الطوارئ الإسرائيلية ترفض باعتبارها حكومة يمين، رغم أن هناك ليونة في هذا الموضوع حتى لدى الجيش بهذا الخصوص. لكن عدم وجود ضغط أمريكي حقيقي على الجانب الإسرائيلي حتى الآن هو الذي يؤدي إلى أن تستمر إسرائيل بهذه السياسة وبسياسة الإبادة والمجازر التي تقوم بها في داخل قطاع غزة. لذلك هذا بلينكن كان من المفروض عدم استقباله في أي عاصمة من العواصم العربية إلا إذا ما فرض على إسرائيل أن توقف إطلاق النار، وفرض على إسرائيل أن توقف ذبحها للمدنيين وللأطفال والنساء في الشيوخ، ولكن للأسف الشديد لا يزال يتم استقباله لوزير الخارجية الأمريكية الذي هو جزءا من المجلس السياسي الذي يخطط ضد شعبنا الفلسطيني، وجزءا من المجلس العسكري الذي يقوم بالاعتداء ويشارك بالتخطيط والتنفيذ ضد أهلنا وشعبنا ومجاهدينا ومقاومينا في قطاع غزة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحسب أوساط فلسطينية تحدثت إليها أستاذ فراس ذكرت لك أنه جاء ليقدم واقعا جديدا يقترحه في غزة، ويطلب من مسؤولين في الأردن ومصر ليتكفلوا بهذا الملف، وكان هناك رفض لهذا المخطط. هو لم يأتي من أجل وقف الحرب، وإنما جاء ليعرض أو يفرض واقعا جديدا على أهل غزة، ويريد من يساعده بهذا الواقع. ابقى معنا على اتحال سيد فراس. من جديد أعود إليك الصحفي معين، يعني هناك من يرى أن زيادة وتيرة الاعتقالات تأتي ضمن عملية الإرباك التي تريدها تل أبيب لتعقيد ملف الأسرى ضمن التسوية الشاملة للأزمة، ما تعليقك؟ يعني في النهاية إسرائيل ستدفع ثمن غالي بالنسبة للحركة الأسيرة وللأسرى في سلسلة الاحتلال الإسرائيلي. مقابل شاليط تم الإفراج عن 1000 أسير فلسطيني، ومقابل شاليط تم الافراج عن اسرى كانت تصفهم اسرائيل بايديهم ملطخه بالدماء ولم يتم الافراج عنهم تحت كل الظروف. وبالتالي رضخت اسرائيل لشروط المقاومه ومحتجزي شاليط وافرجت عن عدد كبير منهم، من بينهم القيادي الكبير في حركه حماس يحيى السنوار. فبالتالي اسرائيل يعني تدرك انه سياتي اليوم الذي سيتم فيه تبييض سجون الاحتلال من كافة الأسرى. نتحدث عن 5000 أسير وربما أكثر بقليل قبل 7 أكتوبر. الآن نتحدث عن حوالي اقترب عدد الأسرى من حاجز 7000 أسير. حتى الأسرى عندما يعني أهاليهم نلتقي بهم يقول نسألهم عن أولادهم كيف هم في سجون الاحتلال، يقولون أنا في حالة نفسية روع جيدة للغاية، يدركون أن يوم الحرية قريب. فبالتالي إسرائيل مهما اعتقلت هي تدرك أن الأسرى سيتم تحريرهم ضمن أي صفقة. نحن تحدث عن مئات الأسرى لدى المقاومة في غزة. فبالتالي هذا الملف بالنسبة للفلسطينيين يعني حالة من الارتياح تسود أوساطهم مع إن انتهت الحرب وإن تمت عملية التبادل، والكل يعني يأمل بهذه العملية من أجل تحرير هؤلاء الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك أعتقد أن كما ذكرت سابقا تحاول أن يعني تضع حد لتصاعد أعمال المقاومة، وربما تعتقد إسرائيل أنها باعتقالاتها اليومية بحق النشطاء الفلسطينيين، بالمناسبة هم من مختلف التنظيمات الفلسطينية، لا يقتصر الأمر على حماس، هناك اعتقالات في صفوف الفتح، في صفوف الشعبية، في صفوف الديمقراطية، في صفوف الفصائل الأخرى. فيعني الاعتقالات متواصلة. تعتقد إسرائيل أنها خلال هذه الاعتقالات قد تصل
إلى معلومات بخصوص نوايا هذه التنظيمات في محافظات. أرجو أن تبقى معنا الصحفي معين شديد. سأعود إليك بسؤال أخير. نتابع معا أعزائنا المشاهدين تقرير الإنفوغراف التالي، والذي يظهر ما بات يوصف بالنتائج المبهرة للمقاطعة التي تبنتها الشعوب العربية والإسلامية ضد الشركات الداعمة للاحتلال الصهيوني. نتابع. طوفان الأقصى، مواجهة أو مقاومة شعب في ظل عدوان غاشم. من جديد إليك دكتور جاد، وباختصار لو سمحت لضيق الوقت، يعني وزير خارجية فرنسا اليوم من الدوحة وصف ما يحدث في غزة بالمقلق. هذا التوصيف من دولة داعمة للاحتلال الصهيوني، ألا يكشف عن تململ داعمي الكيان من وحشية انتهاكاته، أم أنه يأتي في سياق آخر؟ أعتقد أن فرنسا بدأت تدرك بأن موقفها الأولي الذي خضعت فيه للإملاءات الأمريكية لم تكن مجدية، وتحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة نوع من المصداقية لها. وسمعت واستمعت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى موقف واضح وصريح من الممثل العربي، وكان واضحاً بشكل لا لبس فيه، بأن عليهم أن يعملوا نعم. على وقف إطلاق النار نعم. وعليهم أن يقوموا بإعادة إحياء عملية السلام وحل الدولتين. هذا للأسف الحكومة الأمريكية أصبحت المقاول الوحيد نعم. في عملية السلام، وهمشت دور الاتحاد الأوروبي ودور الأمم المتحدة. وثبت منذ البداية كنا ندرك أن الجانب الأمريكي ليس جانبا وليس وسيطا نظيفا، وإنما وسيطا منحازا. شكرا. وأصبحت واضحة جدا أن إسرائيل وربيبتها أمريكا. وأود أن أشير لنقطة مهمة جدا، أن إسرائيل أمريكا لما عندما حولت البوارج إلى البحر الأبيض المتوسط فور بعد أحداث 17 كانت تنتظر موقف لتوسيع الحرب، لأن هذه هي الفرصة التي كانوا يريدونها ضرب محور المقاومة في بقية أنحاء الشرق الأوسط. من الضفة الغربية كنت معنا عبر سكايب مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية في القدس الدكتور جاد إسحاق، شكرا جزيلا لك. أتحول بالسؤال إليك الآن أستاذ مصعب. يعني الآن الجديد منذ يومين هو تجريف الاحتلال لشوارع المخيمات، ما الذي يهدف له الاحتلال من هذه العملية سيد معين شديد؟ تفضل. هي رسائل احتلالية لشعبنا الفلسطيني، وكما ذكرت هي محاولة لكسر الحاضنة الشعبية الواسعة التي تحظى بها المقاومة الفلسطينية في مختلف المناطق. عمليات تدمير ممنهجة، مثلا في مخيم جنين قامت بعمليات تجريف،
تم تأهيل الشوارع التي جرفتها، تم تأهيل عدد من المنازل، ولكن الاحتلال أقدم بعد فترة من الوقت على إعادة تجريف هذه الشوارع. أيضا حتى في مخيم نور الشمس القريب مدينة طول كرم تم تجريف الشارع الرئيس وتم تجريف الساحات الرئيسية في المخيم. وبعد قيام الحكومة بعمليات تأهيل، وفي نفس اليوم الذي كان من المقرر وضع طبقة إسفلتية على هذه الشوارع وفي الساحات، عادت قوات الاحتلال واقتحمت المخيم وقامت بعمليات تدمير ممنهجة لهذه الشوارع. فقط هي في إطار الحرب النفسية على المواطنين من أجل الابتعاد وعدم دعم المقاومة الفلسطينية، وأيضا محاولة هي من يعني خسارة من قبل الخزينة الفلسطينية على هذه المشاريع. وضحت الفكرة. تكلف ملايين الشواكل. نعم. وبالتالي يعني هي ترسل رسائل أيضا في المستقبل، إن تصاعدت المقاومة الفلسطينية في محافظة الضفة أكثر وأكثر، سيكون التدمير ممنهج، ورسالة هي أن غزة على هي على سبيل نعم. المثال سيحصل في مناطقكم إن تمت ذلك. نشكرك الصحفي الفلسطيني معين شديد، كنت معنا من طول كرم عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في غضون دقيقة أو أقل، سيد فراس يعني على نفس ونسق وزير التراث ومنهجه، دعا 100 طبيب حكومة نتنياهو لتدمير كل مستشفيات غزة. السؤال هنا، ما طبيعة هؤلاء الأطباء وهم من المفترض أنهم يعملون في مهنة تخدم الإنسانية؟ طبيعة صهيونية، طبيعة مرتبطة بعقلية الصهيونية وحزب الصهيونية الدينية وحزب عصمة يهودية، وطبيعة أن الدولة في داخل إسرائيل تتجه إلى اليمين وإلى اليمين الصهيوني الديني، وبالتالي ليس من الغريب أن تظهر هذه الأصوات إن كان على المستوى الطبي أو على المستوى السياسي أو على المستويات الأخرى. لو ذهبت إلى مناطق كثيرة لا سمعت أكثر من ذلك، وهناك فيديوهات تمثل بالجثث للمقاومين في غلاف قطاع غزة، وبالتالي ليس غريبا على أن يكون هناك عقليات بهذه الطريقة في مجتمع يتجه نحو الفاشية ونحو الأبارتهايد، ليس في الممارسة فقط وإنما كمان في الأيديولوجيات والفكرة. المتخصص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام تغطية هذا اليوم بخصوص آخر مستجدات معركة طوفان الأقصى وما يتعرض إليها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. يا أهل غزة أصمدوا، فوالله إنكم لا على حق، وإن الله ناصركم ولو بعد حين. في أمان الله.